المجفف الطاحن الدوار تحتوي الأسئلة على عناصر غذائية معقدة جدا، وهي فعلا والشعير المستنبت اللي احنا عملنا عنه فيديوهات كتيرة من ضمنها تصنيع الشعير المستنبت، وهي فعلا هما الاتنين بديل جديد وجيد جدا وواعد لصناعة الأعلاف والتغذية الحيوانية والدواجن، علشان هي بتحتوي ببساطة في المتوسط من 20 ل 30% بروتين غير نموها السريع. عايز تعرف ايه حكاية المجفف الطاحن الدوار؟ تعال معايا بسرعة. المجفف الطاحن الدوار بنظام التحكم يعتبر آلي وممكن تعمله مش آلي، زي ما هو واضح قدامك كده، ده الشكل رقم 9. في المجفف ده بيتم تجفيف الأزولة، وكانت النتائج رائعة جدا، حيث أدت عن طريق المجفف ده أدى إلى تحسين قيمة الأزولة الغذائية، مما جعلها قابلة للتصنيع وصالحة للمشية، وحافظت على كل عناصرها زي ما هي وتركيب الأزولة الداخلي، وأصبح من الممكن تخزين المنتج لفترة طويلة. أو قدامك في للتوضيح أكتر، الشكل اللي قدامك ده اللي هو رقم 10، مكونات الاسطوانة الموجودة في جهاز الطاحن الدوار المجفف، وهو عبارة عن اسطوانة داخلية واسطوانة خارجية. الاسطوانة لازم، خلي بالك، لازم محافظة على درجة حرارة الاسطوانة الخارجية، بدرجة حرارتها بتكون من 40 ل 60 درجة مئوية، وبيتم وضع الأزولة في الأدوس اللي فوق قدامك ده، وبيكون حجمها طبعا تقريبا من 1 ل 2 ملي، ومحتوى الرطوبة بيكون 20% في المجفف الدوار من خلال الأدوس الموجود على الأسطوانة الخارجية. بيتكون المجفف الدوار من أسطوانة أفقية بتدور على حامل زي ما هو واضح في شكل 11 اللي قدامك ده. طبعا الشكل 11 بيقول لك ان تأثير طول مسار الاسطوانة، طول المسار الاسطوانة وسرعتها بيؤدي على تأثير على تغيرات في الهواء اللي داخل للأزولة. بيتم التجهيز المجفف بمنفاخ في مدخل الاسطوانة لنفخ الهواء الساخن بسرعة 100 متر كل ثانية، زي ما هو واضح في الشكل رقم 9. طبعا الموضوع بسيط، جهاز بسيط جدا، بيتم سحب الهواء الساخن من الجو من خلال مرشح باستخدام مروحة، وبيتم تسخينه بواسطة سخان هواء، وبيكون التجفيف بعناية لتجنب إتلاف الأزولة، لأن الأزولة خلي بالك حساسة جدا. الناس اللي بتقولك تقلبه وتحطه في مش عارف إيه وتقلبها يمين وشمال، لا، ده مش شغل تصنيع، ده شغل في البيوت فقط كده بس، لتجنب إتلافها وهي حساسة في الحرارة. عايز أسيب لكم الشكل كتير كده على الشاشة. نسيت أقول لكم، الناس اللي بتستخدم الأزولة الجافة أو الأزولة الخضراء للدواجن خاصة ما تحطش مضادات سموم، لأن المضادات السموم فعلا الأزولة نفسها مضادة للسموم ومضادات الأكسدة. الخلاصة نستخرج من الموضوع الفيديو المهم جدا السريع والبسيط، الخلاصة إيه؟ لاستخدام الأزولة كعنصر علفي يجب تجفيفها عند درجة حرارة من 40 ل 60 درجة مئوية، ويجب مراقبة عملية التجفيف لضمان بقاء محتوى البروتين ثابت ولإمكانية التخزين المنتج لفترة طويلة. فأنا لازم تكون عملية التجفيف، علشان كده في الجهاز ده احنا عاملين في جهاز تحكم
آلي بيقيس سرعة الهواء، بيقيس درجة الحرارة، بيقيس دوران الاسطوانة وهي بتدور، كل ده بيتثبت بمقادير معينة في التحكم الآلي، وبتطلع الأوامر إن المكنة الصغيرة البسيطة دي تشتغل بالطريقة الفلانية. عشان عملية التجفيف التقليدية بتستغرق وقت أطول نسبيا، ومجفف الدوار مزود بقدرات الطحن وسهل التشغيل وتكلفته قليلة، والتحكم الدقيق زي ما قلت لكم هو من يراقب الوقت. التحكم الدقيق بيراقب الوقت الحقيقي للطحن والوقت الحقيقي للتجفيف والإنتاج، وعلشان يديني معايير اللي طالعة من المنتج الأزولة، بيديني معايير تخزين وتصنيع على المدى الطويل. إذا أنا حبيت أقول لكم على الجهاز الثاني. أنا شرحت ببساطة الجهاز الأولاني اللي كان حاطين فيه ألواح الطاقة الشمسية لعملية التسخين، لكن الجهاز ده اللي هو الدوار الطاحن حبيت أقوله لكم في الفيديو على السريع، علشان فعلا إحنا في الوقت الحالي محتاجين مصانع الأعلاف خاصة على مستوى الوطن العربي تشتغل وتاخد خلاص. ما عادش فيه مشكلة، كل التجارب أثبتت إن الأزولة بديل فول الصويا، كل التجارب دي دلوقتي أدي أول تجربة هتلاقوها فقط في قناة عبقري علم، الجهاز الأولاني اللي في الحلقة الأولى، وأدي الجهاز الثاني في الحلقة الثانية، وأنا برجح الجهاز الثاني ده اللي هو الطاحن الدوار لبساطته، وممكن نغير في تركيبته زي ما انا عايز، يعني اغير زي ما هو، ما فيهوش حاجه، ده اسطوانتين في بعض وهو بيعدي ومروحه بتاخد الهواء السخن تطلع. وخلي بالكم اوعوا العادم تكون درجه حرارته اعلى من داخل الجهاز، لان ارتفاع درجه الحراره اعلى من الجهاز في العادم او خروج الهواء منه ده دليل على عدم صلاحية العملية. يا رب يكون الفيديو من ده عجبكم، ويكون نوعية الفيديوهات دي عجبتكم، ولو عندكم حاجة معينة عايزين نتكلم فيها أنا تحت أمركم. معاكم وائل عباس، وفي انتظار تعليقاتكم وقناة عبقري علم.